خليني علشان قبل ما اخلص نقطة المتحف، عايزة فكرة تطوير المنطقة. يمكن حضرتك اشرت الفنادق، ما احنا عايزين السائح يجي يقعد اكتر من 3 ايام. فكرة بقى ان احنا نعمل فنادق ونعمل امكانية تنفيذها ايه بقى دلوقتي في الوقت لا الحالي؟ طبعا بلا شك، انا بعتقد يعني ما ضروري ان ممكن وزارة السياحة عندها خطة 100%. انا يعني ما اعتقد يعني موجودة الخطة 100% موجودة، لان كان في اعلان قبل كده من وزارة السياحة ان 2030 لازم يكون عندنا 30 مليون سائح. بلا شك لو انت عايز ال 30 مليون سائح يبقى بقى فنادق في كل مكان. ده الاقصر ما فيهاش فنادق كتير. صحيح. حتى كمان تصوري ان الفنادق مش لوحدها، ده انا بتمنى ده احنا عندنا حاجه لو اتعملت. عندنا الطريق الغربي اللي بيبدا من القاهره لاسوان، الطريق ده لو توضب واتعمل محطات بنزين واتعمل كافتريات حواليه واتعمل طرق منه لتل المحافظات العمارنه، اللي بيمر عليها، طرق لبني حسن، ايوه، لاسيوط، تنزل وتجيب بقى تجيب السائح اللي يسوق العربيه بتاعته ويركن يقعد في موتيل صغير 3 4 نجوم وينزل بقى بالعربيه يزور الاثار ويرجع تاني. يعني ممكن تخلي مصر دي تبقى زي اسبانيا وزي ايطاليا، لان يعني رغم الديكتاتوريه اللي حصلت في ايطاليا قدروا واسبانيا يعملوا ده. لكن عملوا بنيه سياحيه على مستوى عالي جدا. انا كنت في روما في شهر اغسطس اللي فات ده، مش اقل من 20 مليون واحد في المدينه، 20 مليون شخص في المدينه، لان انت عامله بقى اوتيلات 5 ستارز، عامله 4، عاملة 3، عاملة 2 في كل مكان، فبتجيب كل السواق السائح على مستوى العالم كله. فاحنا محتاجين بجد يكون عندنا تخطيط، ان احنا يكون عندنا لو ال 30 مليون انت عايزاهم لازم تخططي من دلوقتي، واعتقد ان وزارة السياحة بتخطط لهذا الموضوع بلا شك. اروح بقى